راجيات مع نديم سراج أحلى إذاعة مزاج أف أم. هذه الحلقة تأليف أحمد المغربي وأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام وقول من رب الرحيم. حبيبتي ليش عيونك واحدة سوداء وواحدة زرقاء؟ لا حبيبي هاي العدسة بس وقعت حبيبي عادي. عدسة بنت البطة السوداء ثابتة على العين بلون واحد مش لونين شعي منيح مع عدسة بنت البطة السوداء. تجدون هيدا المنتج صيدلية بنت البطة السوداء سويليح. سجل مضاعفات صيفية مش عارف شو ضايقها أو بالمية شردكها مش عارف شو ضايقها أو بالمية شردكها خايف من بوت العاتيك كايف بالصدفة حلقها خايف من بوت العاتيك كايف بالصدفة حلقها خايف من بوت العاتيك كايف بالصدفة حلقها مع نروح يا حبي ويا حناني أنا من غيرك بعاني ولو ما ارتحت لريحه البوت بقعد معاك بجرباني لو ما ارتحت لريحه البوت بقعد معاك بجرباني لو ما ارتحت لريحه البوت بقعد معاك بجرباني انت بتعرف طبعا اللي بتكسر التنوره شو بصير فيها شو بصير فيها تلحقها عيون الشباب هلا هلا الريح هلا هيك بأول الطريق بتنسى بطلعات الرقيق مش خبرية على الريق تزلزل أصبع وجداني مش خبرية على الريق تزلزل أصبع وجداني مش خبرية على الريق تزلزل أصبع وجداني تعالى نسمو فوق الجروح نرتب ديت يرد الروح تعالى نسمو فوق الجروح نرتب ديت يرد الروح وين ما بدنا نروح نروح انا جايب بوت الثاني وين ما بدنا نروح نروح انا جايب بوت الثاني وين ما بدنا نروح نروح انا جايب بوت الثاني خلاص هيدي الفقرة برعاية سكر بنت البطة السوداء نورت زوفية لوكس بمشي لا تزرع نحن في انتظارك شو يا غسة ما بدنا نعمل سيزر سلاد اف ما قتل دمك اف عم يلحقوكي وبلطشوكي الآن بخاخ بنت البطة السوداء للقضاء على الحشرات الزاحفة تجدونه في أماكن عدة المسلسل فكرة المسلسل عم بيجيني اتصالات وبيجي للإخوة اتصالات انه مش مفهومة كثير فكرة المسلسل هي مش مفهومة للي بسمعها من اول مرة ولكن بسمعها مرة ومرتين ثلاثة واربعة برضو ما رح تفهمها فكرة المسلسل هي فكرة عبارة عن مسلسل ومش عارف شو بتحكي يعني هي هيك وبنجيب شباب بيقعدوا بيكو هذا وبنعمل هذا وبتسهدوا بس نعم نجومنا اليوم كالعادة طبعا بطلنا الكبير مع نصافي شكرا بطلت الكبيرة هنا بلغة دار بطلت دائما بطلنا ايمن سكير دور ثانوي دائما معنا على هندسة الصوت عمر القطوري نعم مسلسلنا اليوم لأول مرة حصريا مسلسل مصري راح يكون راح نشتغل بكل راحة ضمير مسلسل الحاج متولي طبعا الحاج متولي اللي ما بيعرفه كان متجوز كثير من النساء هو نسواني زير هو زير اسمه سكر الزير هذا الثاني هو كان بيحب يتجوز نسوان كثير وبيحب النسوان وهيك يعني حاله حال الرجال العربي اخي ليش الرجال العربي هيك طبعا انا لقلة المواهب النسائية عندنا هون لانه في نسوان كثير في الحلقة المفروض فش غير ممثلة واحدة معنا اللي هي هنا ابو لغوت لذلك هتبرع والعب دور نسائي ايضا انا وايمن تمام ومع انصافي رح تكون انت الحاج متولي ايمن رح تلعب دور مديحة وانا رح العب دور
نعمة الله، وهنا راح تلعب دور أمينة. هسا الحج قاعد في شو اسمه هذا في الدار، والزوجات مضيعين الجدول. دور هاي اليوم مخربطين الجدول، كان عندهم في جدول عاملينه وحاطينه على الثلاجة. تبعت المغناطيس هاي فكت فوقعت الورقة بالصدفة، الشغالة جاي بتطلع الورقة هاي ولا هي رميها بالزبالة. خذ لك عاد الجدول شو بده يصير في أمه. 3-2-1 جو حج. مش حد بتولى؟ يلا 3-2-1 جو بتولى. اكو بوزع المهام. يلا اوكي اوكي فهمت ايش؟ عشان عشان المستمع، ما هو المستمع مش شايف اللي بصير، عشان يفهم انه هذا بتولى اللي بده يحكي. طيب يلا ماشي 3-2-1 جو أمينة. خدعتك فيها، انا خدعتك، خدع، انا خدع، خدع وسافر ومجاوز، خدع وابصم العشرة. الله يلا 3-2-1 جو بتولي. لا بجد خلاص 3-2-1 جو بتولي. ايه مينا الجدول ما بانش. تزلم مقنديف، تزلم ننديف. يعني مش عارف كيف التشبيه. ما هو انت لا تتخيل نور الشريف رجعني. لا بس ما هو احنا مش تتخيل نور الشريف، بس على اساس انك تضبط اللحن المصرية. ايه امينة الجدول ما بانش واضحة يعني. ايه يا امينة الجدول ما بانش. هذا مصري عايش، مصري ساكن موحد فلسطيني بالكويت. 3-2-1 جو بتولي. ايه امينة الجدول ما بانش ولا ايه؟ لو النبي يا حق فص ملح وداب. يعني حيكون راح فين؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، صلي على النبي يا حق، صحتك بالدنيا. مديحة هسه. انا متأكدة يا حق انه اليوم هو الاربع وانت اليوم عنجي. عنجي؟ يعني يعني بتاعي. 3-2-1 جو انا. حش حش. لا يا حبيبتي الحاج متولي بتاعي انا، حينام عندي انا. احا انت بتشكري لي يا نعمه الله؟ طب والله لم ورياكي. مديحه نعمه الله مش كده، كل حاجه بالتفاهم. لا يا حاج انت كنت امبارح عندي مديحه والله، عشان ايه جديده يا حاج؟ احا يا اختي اللي خدته القرعه تاخده مش شعور، واللي عرشه بطحه يحشش عليها. طبعا هذا المثل ما له علاقه كثير بالموقف بس جميل. المثل طبعا بترد علينا يا مطلع. اجري يا خايبه للعايبه، اتهاني الوردي وتبدر لما بقى مخاوي البقر. رأي يا نعمة الله. رأي خليك معايا. رجعت ريما لعادتها القديمة. تأ يا مديحة تحت البرائع شم نائع. عين يا نعمة الله عايق ومدايق. قف يا مديحة القوالب نامت والنصاص قامت. تأ يا نعمة الله تغور الجنين اللي حرسها القرد. دل يا مديحة جبور جنة خرب عشه. ها يا نعمة الله هتتجرى واحلب الدرة، الشرش جوه والقشطة برة. ها يا مديحة هبلة ومشكوها طابلة. المفاجأة الكبرى انه للأسف نعمة الله الرداحة الكبيرة بتخسر في المسابقة وبتاخذ اللقب مديحة. منهني مديحة بالفوز، شكرا. هيدي الفقرة برعاية بنتا للبطة السوداء. عزمك من صف الجاي نفكع بعضيها كنافة، تننسى الوضع الإقليمي وكل الشأن السياسي. ما بدي أسمع أخبار شو صار وشو اللي صار، أنا أصلاً بسياسة حمار. أوه
كل تحليلاتي التياسي. ملاكي 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 تعي يا مهلك شغلي خفيف او بندهلك. ملاكي تعي يا مهلك شغلي خفيف وبندهلي. يسعد لي يسعد لي والله أهلي. عيونك لعنوا أساسي عيونك لعنوا أساسي أساسي أساسي. أمك مش وحدة عادية خلفتها أسطورية. مصنع أسلحة نووية وأنت وانت صاروخ حياتي. فكي فكي يا صاروخ فكي انطلقي. راجيان مع نديم سراج أحلى إذاعة مزاج FM.